مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، الجيش الروسي يعلن أن الغارات الجوية التي شهدها مطار تيفور العسكري في حمص وسط سوريا ليل الأحد نفذتها طائرتان حربيتان إسرائيليتان. وأضاف الجيش أن الطائرتين الإسرائيليتين شنتا ضربات بثمانية صواريخ عبر المجال الجوي اللبناني، وأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت 5 من الصواريخ الثمانية. في ذات السياق، قال المرصد السوري أن 14 مقاتلاً على الأقل بينهم إيرانيون وثلاثة ضباط كبار قتلوا في الضربة التي استهدفت مطار تيفور العسكري. في أخبارنا المنوعة، مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد 11 مليار درهم مساعدات اجتماعية لكافة فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاثة القادمة. الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يؤكد أن تلبية احتياجات المجتمع وفي مقدمتها توفير الرفاه الاجتماعي والخدمات الاجتماعية ضرورة لارتباطها باستقرار المجتمعات وشعوبها وتحقيق النهضة والتنمية المستدامة وصولا لرؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071.